لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة المات تي في. يواجه فريق الرجاء الرياضي مضيفه نادي بيراميدز المصري في مواجهة قوية بين الفريقين لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. ويسعى فريق الرجاء الرياضي لمواصلة تألقه في بطولة الكاف عندما يحل ضيفا ثقيلا على نادي بيراميدز المصري، ولن تكون المواجهة سهلة على الطرفين نظرا لقوة كل فريق. ويحتل فريق الرجاء الرياضي المركز الأول ضمن المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات على التوالي، بينما يحتل فريق بيراميدز المصري المركز الثاني برصيد 6 نقاط. للإشارة، فاز النادي الأخضر على نظيره المصري في الجولة السابقة بنتيجة 2-2. وتقام مباراة الرجاء الرياضي ومضيفه نادي بيراميدز المصري يوم الأحد 11 أبريل انطلاقا من الساعة 7 مساء على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، وذلك برسم الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكاف. للإشارة، المقابلة بين الفريقين ستنقل على قناة بي إن سبورتس 4.